حلقة جديدة من الصحافة اليوم، أهلا بكم. أبدأها من وكالة الثاني من ديسمبر التي عنونت الأخبار التالية: المرأة اليمنية تكتوي بجحيم سلطة ميليشيا الحوثي، اتفاق جديد بشأن المواجهات الأخيرة في مدينة تعز، القوات الحكومية تسيطر على جبال استراتيجية في علب، صعدة وسقوط عشرات القتلى من الحوثيين، ميليشيا الحوثي تقصف مستشفى حيس ومنازل المواطنين في المديرية، خطباء الحوثيين يقحمون المساجد في الحشد لجنازة الصمد. صحيفة عدن الغد: صورة جديدة للرئيس إبراهيم الحمدي، الحوثيون يطلقون 4 صواريخ باليستية باتجاه السعودية. فائق السيد: هذا ما فعلته عندما طلبوا مني المشاركة في تشييع صمد. هل قتل القيادي الحوثي أبو الكرار في غارة للتحالف العربي في صنعاء؟ أما وكالة خبر للأنباء فعنونت التالي: السفير أحمد علي عبد الله صالح يعزي في وفاة رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بصيرة في محافظة عدن، فرار قيادات من تشييع الصريع الصماد في صنعاء عقب غارات وانتشار عناصر نسائية للتفتيش، ميليشيا الحوثي تقتل مواطنا في إب، تنافس محموم بين قيادات ومشرف الحوثي على شراء أراض وفلل في العاصمة صنعاء وبمبالغ مهولة، وفاة أحد المعتقلين في سجن الحوثيين في حجة. أما صحيفة الأيام فعنونت التالي: صراع الأفاعي، من سيقطع رأس عبد الملك الحوثي؟ انتقال حضرموت، زيارة الحكومة استفزاز لإنتاج الوضع الاحتلالي وإشعال الفتنة. بندغر، سننشئ بنية تحتية جديدة للكهرباء اعتمادا على المخزون الغازي والنفطي في المحافظة. كاتب عربي: الشرعية انتهت صلاحيتها ولا يعقل بقاء قيادتها في الخارج. مصادر سياسية: 3 بنود خطة جريفيد للسلام، مرحلة انتقالية، انتخابات، حل القضية الجنوبية ضمن الوحدة. أما موقع نيوز يمن فعنوان التالي: قتيل في احتشاد التشييع في 70 في صنعاء، نشر قوات من الشرطة العسكرية والحرس الرئاسي في شوارع تعز، كتائب أبو العباس: ندعم جهود المحافظ في المعركة ضد الإرهاب، اليونيسف: نعمل على تزويد 1800 مركز صحي في اليمن بحزبة من الخدمات، الجيش يستعيد السيطرة على 5 مواقع في لحج. من الصحافة المحلية إلى الصحافة العربية والدولية والوكالة، والبداية من وكالة سبوتنيك الروسية: السفير اليمني لدى روسيا: الحوثيون هم سبب الحرب في اليمن. موقع قناة أخبار الآن: التحالف العربي يقصف مبنى الداخلية الذي يسيطر عليه الحوثيون. صحيفة اليوم السابعة المصرية: والدة مختطفين في اليمن، الحوثيون خطفوا كل أولادي من مدرستهم. قيادات الحوثي في مصيادة غارات التحالف العربي والميليشيات تفقد توازنها. صحيفة الدستور المصرية: التحالف العربي يقصف القصر الرئاسي في اليمن، قصف مقر المخابرات والحرس الجمهوري في صنعاء، مقتل قيادي في ميليشيا الحوثي جراء غارة للتحالف العربي، انطلاق عملية عسكرية لملاحقة تنظيم القاعدة في حضرموت. صحيفة المستقبل: ميليشيا الحوثي تقصف مستشفى في الحديدة، الدفاعات السعودية تدمر باليستيا أطلقه الحوثي على نجران. صحيفة الشرق الأوسط طالعتنا بالتالي: أطفال يمنيون من التجنيد الحوثي إلى المرح في مأرب. صحيفة مبتدأ: مقتل 38 مشرفا أمنيا حوثيا في غارة للتحالف العربي على اليمن. صحيفة مصراوي المصرية: تهديدات للحوثيين توقف بث قناة فضائية في اليمن. وكالة إرم الأخبارية: مصرع 2 وإصابة 4 بإطلاق نار في حفل زفاف. موقع قناة الغد العربي: السعودية تعلن إسقاط صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن. صحيفة العرب: الحوثيون يستثمرون مقتل الصماد لعرقلة جهود السلام في اليمن. وكالة فيتو الإخبارية: تورط الحوثيين في عملية التجار بالبشر. أنتقل إلى الصحافة الأجنبية، والبداية من صحيفة إل نوفو أوردت التالي: وسائل الإعلام السعودية، هجوم سعودي يقتل قادة الحوثيين في صنعاء. صحيفة الديل ميزغورنو الإيطالية: غارة سعودية مسددة على الحوثيين. صحيفة يو إم بي: وسائل الإعلام السعودية، غارة جوية تقتل قادة الحوثيين في العاصمة صنعاء. صحيفة نيد أنديا: التلفزيون السعودي يعلن غارة التحالف الجوية على صنعاء تقتل قادة الحوثيين. وكالة فوكس انفورميشن: ضربة جوية تقتل العشرات بينهم قادة كبار من المتمردين في اليمن. وكالة الأنباء الفرنسية: مقتل العشرات من القادة الحوثيين بضربة جوية سعودية. من عناوين الصحافة المحلية قبل أن أذهب إلى تفاصيل هذه الحلقة، أذهب إلى فاصل ثم نعود.
أهلا بكم. إذن كثير من المواضيع والمحاور التي ناقشتها الصحافة المحلية والعربية والدولية، أبرزها اختطاف العشرات أو المئات من المدارس وسياقهم إلى جبهات الموت والقتل والإرهاب التي تمارسها ميليشيا الإرهاب الحوثية. لمناقشة هذا المحور ينضم إلي عبر الاستوديو الصحفي والإعلامي عمر الشرعبي. مرحبا بك أستاذ عمر. السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم. وأيضا عبر الهاتف سيكون معي مدير عام مدينة دمار محمد النشاد. مرحبا بك أستاذ محمد. أبدأ معك أستاذ عمر، يعني لا تزال ميليشيا الإرهاب الحوثية تمارس أبشع الجرائم بحق أطفالنا، وإلى جانب الانتهاك التي تمارسها بحق المرأة، إلى متى سيظل هذه المآسي داخل البلد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن إقحام مثلا الأطفال في الحرب العبثية في اليمن نوع من الإفلاس السياسي والإخلاقي وحتى الديني، وحتى تجاوز الأعراف المحلية والدولية. إن الأطفال مكانهم الطبيعي هو المدارس، لكن في هذه المرحلة تم إقحام الأطفال، هي تمت تحت ظروف يمكن عدم وجود مقاتلين في بعض الجبهات أو الانكسار في بعض الجبهات، كجبهة الساحل الغربي أو جبهة تعز وجبهة صرواح تقريبا. نعم. طيب أستاذ عمر، أرقام مهولة تتحدث عنها المؤسسات والمنظمات الدولية حول انتهاك الطفولة في اليمن، إلى متى تستمر هذه الجرائم؟ حتى التقارير الدولية أنا أعتبرها ليست بالمستوى والحد المطلوب. هناك أرقام مهولة في انخراط الأطفال في القتال في اليمن منذ 3 سنوات، ولكن لم يعطى هذا الخبر حقه في تسليط الضوء ووضع يعني قيود أو قوانين لمنع دخول الأطفال لهذه الحرب العبثية. إجمالا أنا أرى أنه دخولهم في هذه المرحلة يعتبر يعني المخاض الأخير إن شاء الله للأزمة اليمنية والصراع المتفاقم من 3 سنوات. طيب أستاذ عمر، هل من مبرر باستمرار أن الآباء أو القبائل أو الأمهات أيضا تزق بأبنائها في هذه المعركة العبثية، مجرد أن يذهب لا يعود إلا بصورة تعلق، يعني في ظل فخر واعتزاز تعتز بهذه الجماعة أنها ساقته إلى ما يسمى بالجنة الخلد والفردوس التي يقسمونها؟ طبعا نكون منطقيين وحياديين. الأسر وأولياء الأمور يزجون بأطفالهم في هذه الحرب نتيجة أن اليمن تتحرك بلغة العواطف وبلغة القتال ضد العدوان الذي يروج له من قبل 3 سنوات. لكن إن شاء الله أن الأزمة ستنجلي في القريب العاجل، لأنه هناك يعني معطيات على الأرض حدثت، وإن شاء الله ستكون مؤشرات للحل إجمالا. نعم. طيب أستاذ عمر، أرجو أن تبقى معي، أنا أرجع إلى ضيفي أيضا الأستاذ محمد النشاد. مرحبا بك يا أستاذ محمد. الله يسلمك. أبدأ معك من حيث ما انتهى. نعم تفضل. أشكركم على هذا طرح هذا الموضوع الكبير جدا، لأن الأطفال هما المستقبل المشرق لليمن. نعم. هؤلاء هذه الجماعة أو الحركة الطائفية العنصرية لم تترك في اليمن شيئا جميلا، حتى الطفولة قتلتها في مهدها. إذا لاحظنا في عدة جبهات نلاحظ أن معظم القتلى ومعظم الأسرى تجدهم من الأطفال. نعم. وأغلبيتهم، أنا لا أقول يعني الأغلبية كاملة، أقول يعني الأغلب من محافظة دمار، يعني من المديريات التي تقع حول المحافظة، حول عاصمة المحافظة، تجدهم معظم يعني من آنس. نعم. تمام. تجدهم يعني الأطفال هؤلاء يتم الزج بهم في المعارك عنوة واختطاف. إذا سألت عن تجيء الأسرة لا تعلم أين ذهب طفلها. فهذا تجد في البحث الجنائي، تجد كثير من البلاغات حول اختفاء أطفال من المدارس، يذهب إلى المدرسة ولا يعود إلى المنزل. نعم. طيب أستاذ محمد، ما هي الأسباب والدوافع؟ المعارك بدون يعني بدون إنسانية وبدون. نعم. أخلاق وبدون قيم، لا تجد فيهم ذرة إنسانية أو تجد فيهم ذرة من الدين الذي. نعم. الذي يدعون يقولون المسيرة القرآنية، وهم لا يعرفون ماذا قال القرآن. نعم. ولا يفهمون معنى القرآن ولا يفهمون معنى الدين، ولا أي أن هذه الجماعة يعني منزوعة من جميع الأخلاق والقيم. طيب الطفولة قتلتها. نعم. في مهدها. وهذا نقول لك إننا عندما لاحظنا في محافظة مأرب، ألاحظ أن الأسرى هؤلاء الذين عادوا قد تم فتح لهم مركز لإعادة تأهيلهم في مدينة مأرب. نعم. ألاحظ هؤلاء أطفال يعني في عمر الزهور لا يعرف معنى الحرب، وتجد بهم يزجوا داخل الجبهة يحطوا يعني يصرخ
ويصيح صراخ الأطفال يقطع القلب. تجد يعني قد أكثرهم يعني تعرضوا لحالات نفسية. الآن معظمهم يعني بيمر بأزمة نفسية من جراء ما حصل له في الجبهات. تمام. ويعني الآن عندما تم إعادة تأهيلهم هؤلاء الأسرى كانوا في محافظة مأرب، كانوا يعيدهم إلى أهلهم، لكنهم يعودون إلى جبهة أخرى. اليوم يردوه إلى أهله، وإذا بهم يعيدوه إلى جبهة أخرى. لأنهم من يقومون بأخذه أصبحوا الأهل. يعني الناس يعني مساكين ما عبش لهم أمر ولا لهم، لأن هذا الجماعة يعني لا تملك رحمة ولا تملك ذرة إنسانية. العنف والإرهاب هو سلاحهم. طيب استاذ محمد ارجو ان ايضا ان تبقى معي. اسالك مره اخرى، هل الاباء هم من يقومون بزج باولادهم، ام ان كما تذكر وسائل الاعلام حتى بعض الاطفال يتم يعني اختطافهم من المدارس والذهاب بهم في هذه المعارك؟ العزيز، هم ومعظم الاطفال يتم اختطافهم من المدارس، او من الشوارع. لذلك انا قلت لك ان البحث الجنائي يعني تجد الكثير من البلاغات من أولياء الأمور بأن أطفالهم تم اختطافهم دون علم آبائهم. أما بالنسبة لمن يأتون يعني عن طريق أولياء أمورهم، فهم الذين المعجلجين والذين يتبعون هذه الجماعة، أو من يعني من تم السيطرة عليهم وغسل دماغهم، هم من يحضرون أطفالهم. أرجو أيضا أن تبقى معي أستاذ محمد. أعود إليك يا ضيفي الأستاذ عمر، من حيث منتهى أيضا ضيفي الذي تحدث عن اختطاف الأطفال بالمئات أو بالآلاف إن صح التعبير، لا يعلم عنهم آباؤهم أو أسرهم إلا بعد أن يعلن عن مصرعهم ومقتلهم، وتزفهم بحفل وأهازيج ربما لم نسمعها إلا في عهد الجاهلية. هل من المعقول أن وصلت الحكمة اليمانية واليمنيون إلى هذا المستوى من التخلف والرجعية؟ أنا أعتقد أن 90% من الأطفال الذي زج بهم في جبهات القتال ذهبوا بإرادتهم الشخصية، لأنه هناك ثالوث الذي دمر اليمن وهو الجهل والفقر والظلم دفع بكثير من الأطفال في جبهات القتال مع الجماعات الإرهابية، مع القاعدة ومع جماعة الحوثيين. لكن إذا كان هناك تقارير فعلا أنهم تم اختطاف أطفال للزج بهم في المعارك، تقريبا لن تكون بالنسبة الأكبر. نكون منطقيين أن النسبة الأكبر تكون عبر غسيل الأدمغة أو الأيديولوجية التي ينتمون لها بعض الأسر في اليمن وبعض القبائل اليمنية. طيب أستاذ عمر، ما دور أيضا المنظمات الدولية جراء هذه الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال؟ يعني التحالف من جهة يقصف الأطفال وتذهب ضحيته بالعشرات، ومن جهة أخرى العدوان في الداخل الممتثل بميليشيا الحوثي تختطف هؤلاء الأطفال وتزج بهم في معارك العبثية. إلى متى سيستمر هذه المعاناة؟ الضربات الجوية التي تقودها التحالف في بعض الأحيان قد يقتل فيها مدنيون وأطفال وناس يعني في مستوى سن صغير أو كبير. هذه المعاناة وهذه المآسي التي تقود بها التحالف يعني تجعل من الحوثيين أن يكون لهم الحجة في استمرار هذا القتال في جميع الجبهات. لكن نستطيع أن نقول أن الأطفال مكانهم الطبيعي والأول والأخير هو المدارس، ليس جبهات القتال بشكل عام. طيب أرجو أن تبقى معي. أعود إليك الأستاذ محمد النشاد، لماذا مدينة ذمار تحديدا؟ يعني هل هي مقارنة بأن كثير من الجهل المنتشر فيها، أم لأسباب ربما تعد كما يحسبها البعض الأسرة الهاشمية أو المناطقية، أو ما هو الدافع لأبناء ذمار تحديدا وهم المعروفون عنهم القبيلة والشهامة ودافعوا عن الثورة والوحدة الجمهورية؟ يا أخي العزيز، قد يقول البعض ان ذمار يعني اني من باب التعصب وكذا، انا اقول لك غير هذا. نعم. لو شفت تقرير 2017 المرفوع حول الانتهاكات في ذمار لوجدت يعني نسبة كبيرة من الانتهاكات. نعم. معنى ان هناك من يقاومهم. اذا جيت يعني الى الاختطافات، الى القتل، الى التهجم، الى تفجير المنازل، الى تفجير المساجد، تجد يعني نسبة كبيرة. نعم. تمام. لكن اقول لك انه يعني من خلال الحروب الخمس، انا كنت يعني من الناس اللي عايشت الحروب هذه، وكنت يعني واعرفها بحذافيرها ماذا يجري وكذا. هناك يعني هناك تمت التهيئة،
من زمان عندما كان هناك في آنس غالب السلامي، الشيخ غالب السلامي ومجموعة من كان هناك، يعني كان تغاضي كبير عنهم تمام. نعم. وهم بدوا في بني أسعد، منطقة اسمها بني أسعد، كانت عملوا لهم مراكز للتدريس والكذا والكذا، وكانت الدولة متغاضية عنهم تماما. نعم. تمام. تجد هناك في هذه المنطقة تجد بيئة حاضنة للحوثي في المناطق هذه فقط. أما بالنسبة لمدينة زمان وبقية المديرية فأنا أؤكد لك أنه لا يوجد لهم أي حاضنة، أي حاضنة على هذا. نعم. في منطقة وحيدة في عنس اسمها قرية عمد، معظمهم من الذين يدعون انتسابهم إلى أهل البيت، وهم بعيدين. نعم. كل البعد عن أهل البيت، لأننا يعني إذا بحثنا بالتاريخ لا يوجد، لو بحثت في كتاب الزبيري، في كتاب الزبيري الإمامة وخضرها على وحدة اليمن، يقول لك لا يوجد أسر هاشمية في اليمن. نعم. فإذا أسرة واحدة فقط. دعنا ليس هذا موضوعنا أستاذ محمد، ليس هذا موضوعنا. بقايا الفرس الأبناء، ليس هذا موضوعنا أستاذ محمد، أرجو أن تبقى معي إلى اليمن. أستاذ محمد ليس هذا موضوعنا، أنا أريد ما هو الذي يمكن أن تعمله ما يسمى بالحكومة الشرعية وبقية القوى الوطنية للحفاظ على كل أبناء الوطن عموما، وأبناء أو شباب وأطفال دمار الذين تزج بهم هذه الميليشيا في معاركها العبثية. ما الذي يمكن أن نفعله لتحصين هؤلاء الشباب للحيلولة دون أن يذهبوا مرة أخرى إلى هذه الجبهات؟ الحوثيين أعتبر منا أنهم منتهيين تماما، لأنه إذا وجدت في الجبهات، أنا من خلال وجودي في نار ومن خلال متابعة في الجبهات، أجد أن يعني منكسرين ومهزومين مهزومين مهزومين. وبالنسبة لهؤلاء الأطفال، أنا أدعو مشايخ المنطقة وأدعو أولياء الأمور وأدعو الناشطين ومشايخ وشخصيات اجتماعية ومثقفين دمار إلى أن يقفوا وقفة واحدة لمنع استخدام الأطفال والمتاجرة بهم والزج بهم في جبهات القتال، حتى من أجل لأنهم هم المستقبل، أطفالنا. نعم. هم المستقبل. وما نرى في الجبهات ما كذا يقطع قلوبنا، والله يقطع قلوبنا، والله لو تشوف بعض الأطفال عندما يتم عصره وهو يبكي ويصرخ طف طف، تجده وهو يبكي وغلاء. هل أين ذهبوا؟ أين هم؟ يجوا يقاتلوا إذا كان لهم مقاتلين، يدخلوا الجبهات يقاتلوا، لا يزجوا. نعم. بالأطفال، لا يكتمون الطفولة. طيب أستاذ محمد، رسالة توجه أنت للقوى الوطنية ولمؤسسات الجيش والأمن ولكل القوى التي لا تزال تواجه هذا الفكر الكهنوتي الرجعي. أنا أدعو جميع أبناء اليمن بمختلف شرائحهم الاجتماعية وانتماءاتهم السياسية إلى توحيد الصف، إلى توحيد الصف وقتال هذه الجماعة تحت مظلة الشرعية. نعم. لا نريد ميليشيات، لا نريد ميليشيات، نريد أن يكون صفنا واحد، نريد جيش وطني موحد يضم جميع أبناء اليمن لاستئصال هذه البذرة الخبيثة التي قضت على اليمن ودمرت بلادنا ودمرت مستقبلنا وقضت على ثرواتنا. نعم. ومزقت نزيجنا الاجتماعي وقذلت الطفولة في بلادنا. نعم. أتمنى من جميع اليمنيين أن يقفوا صفا واحدا لقتال هذه واستئصال هذه الشرذمة الخطيرة، السرطان الفارسي الذي بدأ ينخر اليمن وينتقل إلى دول الجوار. وأكد للأخوة في دول الجوار أن ما حصل في اليمن إذا لم يتم القضاء على هذه الفتنة وإخماتها فإنها ستنتقل إلى دول الجوار وتلتهمها. نعم. دولة دولة. نعم. أشكرك المدير عام مديرية مدينة دمر محمد النشاد، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي أيضا في الاستوديو الأستاذ عمر الشرعبي. أنتقل الأستاذ عمر إلى محور آخر والذي يتمثل في إعلان وسائل الإعلام التابعة للتحالف عن اصطياد عدد كبير خلال الأيام الماضية لقيادة ميليشيا الحوثي. يعني ماذا تفسر هذا بعد 4 سنوات من الحرب على بلادنا؟ طبعا هذا الرسالة كانت تريد أن توصلها قوات التحالف، أننا نستطيع أن نضرب قيادة الصف الأول من جماعة الحوثيين. نعم. لكن أنا أريد أن أعرج على موضوع مهم وحيوي. الحكومة الشرعية لا نحملها الكثير، لأن حكومة عاجزة. نعم. عن يعني إيجاد بعض الخدمات في بعض المحافظات التي يعني سيطروا عليها، حتى ضبط الإيقاع المصرفي أو الإدارة المصرفية لم يستطيعوا ضبط سعر العملة. نعم. سنتان والعملة مثلا عند
عند محمد بن همام المصرفية المخضرم، تم ضبط سعرها لمدة سنتان ب 250 ريالا، ولكن الحكومة الشرعية اليوم فاق سعر الصرف 490 ريالا، ولا تجد حتى تحمل مسؤولية من جانبهم، وكأنهم يغردون خارج السرب، وكأن الريال اليمني يضاهي العملات الأجنبية. وشكرا. طيب أستاذ عمر، بعد أن فشلت هذه الجماعة فشلا مخزيا وفاضحا، رغم الانكسارات أيضا التي سبقت خلال الأسابيع الماضية في مختلف الجبهات، ما الذي تراهن عليه هذه الجماعة حتى الآن؟ هو طبعا هم جماعة يقاتلون باستماتة، يعني نكون أو لا نكون، هذا ديدنهم وهذه عقيدتهم، سيستمرون للقتال إلى آخر نفس. لكن أنا أطلب منهم وأطلب من الأطراف الأخرى السعي إلى وقف الحرب وإيجاد الحلول، رغم اقتناعي الذاتي أن الحل السياسي بعيد الأفق بشكل لا تتوقعه لا أنت ولا أنا. طيب ما هو الحل أمام هذا التحدي؟ يعني هل مسألة استمرار في الحسم العسكري، أم أن هذه الجماعة سيذق بها الحال وستعود للانكسار والتسليم والعودة إلى مربع السلام؟ لا أخفي عليك، الأطراف كلها تريد أن الحل السياسي، لكن ضمن الانتصار، يعني يحققون انتصارات في الجانب مثلا قوات التحالف أو جماعة الحوثيين، كل طرف منهم يريد أن يحقق انتصار في بعض الجبهات حتى يفرض شروطه في التحاور أو الحل السياسي، لكنه بعيد الأفق كما قلت لك سابقا. طيب بعد الصياد أكثر قيادتها خصوصا في الصف الأول ومنها المزعوم الصماد، هل يعني هذا أن بداية نهاية هذه الجماعة، أم أنها تحاول تظاهر بأنها لا تزال متماسكة وأن ما حصل لا يمكن أن يؤثر عنها كما تزعم؟ طبعا مقتل الصماد هو يعتبر النموذج الذي يستطيعون الحوار به هو محمد عبد السلام خارجيا وداخليا. أما مقتل الصماد لا أريد أن أستفيض فيه، لأنه الموضوع له يعني مفردات وله تحليل خاص، لكن إجمالا هم أوجدوا البديل وهو الرجل الذي يعمل في الظل، هو مهدي المشاط، الرجل الدينمو المحرك لجماعة الحوثيين ميدانيا وسياسيا وعسكريا. طيب رسالة أخرى توجهها لأبناء الشعب اليمني لمزيد من الصبر وتكاتف و مواجهة هذا التحدي الذي لم يعهد في تاريخ اليمنيين؟ رسالتنا للشعب اليمني أن يصابروا، وإن شاء الله أن يكون الحل قريبا، أما حل سياسي أما الحل العسكري فهو تكلفته كبيرة، وإن شاء الله نأمل أن يكون هناك حل عاجل، لأن مأساة اليمن فاقت جميع المآسي على مستوى العالم. يعني هل بإمكان لديك معتقد أو التسليم بأن هذه الجماعة ستسلم وتعود إلى مربع الحوار والاستسلام؟ في الوقت الحالي هم يسعون إلى الحوار ويسعون إلى مثلا إيجاد منطقة كإقليم آزال أو بعض المناطق المسيطرين عليها، لأنهم منهكين في الجبهات، في جبهة الساحل الغربي، لأن جبهة الساحل الغربي ستحسم في القريب العاجل، لأن هناك غطاء جوي كثيف وقوات الشرعية هناك متواجدة والمقاومة الشعبية، لذلك هم يسعون إلى الحل السياسي أكثر من الطرف الآخر في الوقت الحالي. نعم، أشكرك، وصلت الرسالة. الصحفي والإعلامي محمد شرعبي كنت معي في الاستوديو، شكرا جزيلا. أختتم هذه الحلقة بأبرز ما تناولته الصحافة من رسوم كاريكاتير. إلى اللقاء.